كان زوجي الله يرحمه يروي عايد على أهلي على أهله يروي يجيب لنا اللحمة هو يشويها بإيده ويجوا لأولاده. هلق نحنا صرنا فترة طويلة ما أكلنا لحم لأن نحنا عائلة أنا مرا وولادي ما بنحسن نأمن لحمنا كل فترة قصيرة لحم بقى منستنى هيك كل فترة شهرين ثلاثة أكثر نحسن نأمن يعني كمية هيك شوي لحم. اللحمة والله كل 3-4 أشهر إلا كل لحم يعني قل لك الصراحة كل 4-5 أشهر يعني حق الكيلو 3000 ما أجيبها لك 3000 حق كيلو لحم كان هو اللي يجيب وهو اللي يجيب للبيت وهو يفرح الأولاد يطعميهم يأخذهم من دينة الملاهيك. الله يجزيكم الخير كانوا هلق يعني أكلوا فرحتوهم كتير كان وذكروا أبوهم الله يرحمهم وهلق جزاكم الله خير رجعتوا رديتوا لهم هالبسمة والله يعطيكم العافية. شعور صعب كتير يعني وقت بشوفوا مثلا ابن الجيران عم ياكل لحمة يا ما جيب لنا لحمة يعني بشوفوا عم يكون بتمنى الموت ولا بيطلبوا منك يعني تشوفون هيك عيوبكم قدامك. جزا الله كل خير لكم جبتوا لنا كميه لحم كبيره بتقدينا يومين ثلاثه يعني ومن نوكا نحن وهالجيران وهالكل